السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. وصلاة وسلاما على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فمن أعجب قصص السلف، من أعجب القصص في حياة السلف، قصة توبة الفضيل بن عياض رحمه الله. الفضيل بن عياض امام من ائمة المسلمين، هل تتصورون انه كان سارقا؟ حد يتصور يا جماعة ان هذا الامام العظيم كان سارق؟ طب تاب ازاي؟ امال ازاي تاب وعاد الى الله وبقى امام من ائمة المسلمين في ليلة من ذات الليل وهو بيقفز من على سور بيت من البيوت عشان ينزل يسرق هذا البيت؟ وبينما هو يقفز استمع رجل يقوم الليل وهو يقرأ قول الله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. أول ما الفضيل سمع هذه الكلمات وقعت في قلبه، وفورا مش بعد 50 درس قرر أن يتوب في لحظتها، وظل يردد: بل آن يا رب، آن يا رب، آن يا رب. أنا بحكي القصة دي في الاول ليه؟ عشان اسألك واسألك في اول الدرس ده اهو، وانت ان ولا لسه ما انش؟ جه الميعاد ولا لسه ما جاش؟ ان ام لم يأن يا جماعة؟ كل واحد فينا لازم يسأل نفسه الوقت، انت مستني ايه؟ مستني ايه عشان تتوب؟ بس مش توبة بحق وحقيقي، توبة راجل. مستني ايه عشان تنطلق الى الله؟ انا بكلم مين؟ انا بكلم اللي نايم، لسه نايم لغاية الوقت، وقطار التوبة ممكن ينطلق في اي لحظة، ممكن قطار الانطلاق الى الله يفوته، ممكن قطار التوبة يفوته، ممكن قطار الجنة يفوته. بكلم اللي واقف يتفرج علينا. تخيلوا يا جماعة ان في ناس ممكن يبقوا معانا ومن زمان وبيجوا يسمعوا ويتفرجوا ويخرجوا تاني، يعني بيقوموا بدور المتفرج ببراعة. بكلم مين تاني؟ بكلم اللي حط رجل جوه القطر ورجل برة. في حاجات سابها بس في حاجات لسه ما سابهاش، في حاجات عملها وتقدم فيها الى الله بس في حاجات لسه ما عملهاش، لسه مش قادر ياخد قرار ان يبقى كله جوه هذا القطار المنطلق الى الله سبحانه وتعالى. بكلمه وبفكره ان القطار ده منطلق لمين؟ ده منطلق الى الله، يبقى خايف ليه؟ حد يخاف ان هو يركب حاجة منطلقة الى الله سبحانه وتعالى؟ بكلم مين يا جماعة؟ بكلم اللي ركب ودخل بس قاعد على الكرسي ونام. يا جماعة داخل هذا القطار مفيش قاعدة، ربنا بيقول لك قم قوم، مفيش قاعدة جوه، في شغل وعمل. اللي دخل الالتزام بس لسه نايم، لسه ما بيعملش حاجة مؤثرة وفعالة يفيد بها دي ويربي بها نفسه. بكلم الشباب اللي مستني كاس العالم، واللي مستني ان هو يدخل الكلية بكرة عشان يعيش، واللي مستني ينجح عشان يتقدم لها ويتجوزها ويعيش، واللي مستني ياخد الشهادة عشان يسافر بره يشتغل ويعيش. بكلم كل دول وبقول لهم لو انتم مش مستنيين حاجة، في حاجة مستنياكوا كلكم، وهي ملك الموت. ملك الموت مستني اللي ما هوش مستني حاجة يا جماعة. مستني ايه؟ كفانا غفلة يا جماعة والله. مستني ايه عشان تتوب؟ مستني ايه؟ صاحبك ودفنته بايديك، الزلزال والاثار وشفتهم بعينيك، مستني انك انت ايد تتقطع ولا رجل تطير، مستني انك انت تمرض، ان صاحبك يموت، ان انت نفسك تموت، انك تعمل حادثة وتنام 6 شهور في السرير، مستني انك انت تكبر وتتجوز وتخلف ويطلع لك كرش وتروح كل يوم بيتك ببطيخة وجورنال، مستني ايه عشان تعمل لدين الله؟ ان الدين يتفتت اكتر ما هو متفتت دلوقتي. انا عايز واحد بس في المسجد دلوقتي يطلع هنا اهو ويقول لي ايش الحاجة اللي هو مستنيها عشان يتوب ويفوق وينطلق الى الله ولسه ما حصلتش. لو كل اللي حصل ده ما فوقكش، ما فيش حاجة تفوقك. ايه اللي هيفوقك؟ لو الزلزال بتاع تسونامي واعصار كاترينا وزلزال القاهرة من قبرهم وسقوط المقطم، لو كل دول ما فوقكش يبقى مش هيفوقك غير زلزال يوم القيامة، او ضربة من مطرقة من ملك من الملائكة في القبر، او ضمة القبر اللي بتختلف فيها الاضلاع. لو البيت اللي وقع على 4 عرايس موتهم في لحظة، والحادثة اللي حصلت لاتنين من اصحابك موتتهم في ثانية، لو كل ده هوت والحريقة اللي حصلت في المسرح وفي السينما، لو كل ده ما فوقكش يبقى مش هيفوقك غير ملك الموت وهو داخل يقبض روحك. لو واحدة داعرة عاهرة كافرة عارضت ازياء لما لبست فستان وكتبت عليه ايات من القرآن واخذت تعرض الازياء بيه وكل الحرمات بتاعت دي اللي بتنتهك في الارض ما فوقتكش، يبقى مش هتفوق غير وانت على الحوض
بتخبط الطرف واللي بيطردك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول بنفسه بيقول لك صحقا صحقا، مستني ايه؟ ايه اللي انت مستنيه؟ كفانا غفله يا جماعه، كفانا غفله. كل واحد مننا لو حس بالاحداث اللي حواليه هو مش شايفها هيفوق والله. لو حسيت ان في شياطين قاعده تترصد ليك 24 ساعه، لو حسيت ان في قرين ليك، شيطان قرين مهمته انه متخصص عشان يضلك او يضلك، متخصص لينا يعني، كل واحد له قرين. لو حسيت ان في ملاكين قاعدين يكتبوا عليك كل اعمالك 24 ساعة، لو حسيت ان كل اعمالك متسجلة صوت وصورة، ده اعظم رؤساء الجمهوريات في العالم لما بيتصور لهم صوت وصورة بيتصور لهم 6-7 ساعات في اليوم. انت بالحركة والسكنة 24 ساعة ويوم القيامة مستنيك سائق وشهيد. لو حسيت بكل الواقع اللي حواليك ده اهو هتعرف فعلا ان كفانا غفلة، كفانا ان احنا لا نتعلاه، ما نعملش حساب اللحظة اللي هندخل فيها قبرنا، ما نعملش حساب اللحظة اللي احنا هنعرض فيها على الله سبحانه وتعالى. لما رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمنا عن قاتل المئة، الرجل اللي قتل 100 نفس، لما راح لواحد عالم بيقول انا عايز اتوب، قال له ومن يحول بينك وبين التوبة؟ قال له طب اتوب ازاي؟ قال له كلمتين هم دول موضوع درس الليلة. قال له واحد اترك ارضك فانها ارض سوء، اتنين وانطلق الى ارض كذا فانه فيها قوما يعبدون الله. اترك وانطلق، سيب واشتغل، سيب وانطلق. هم دول الكلمتين اللي عايزين نتكلم حواليهم الليلة، هم دول الكلمتين اللي هندور حواليهم الليلة، سيب واشتغل وانطلق الى الله سبحانه وتعالى. مستني ايه من ورا المعصية؟ متوقع ايه من ورا المعاصي اللي انت لسه ما تبتش منها؟ متوقع ان في معصية عملتها في حياتك وما تبتش منها وهتعدى عليك عقوبتها في الدنيا وفي الاخرة؟ مش ممكن يا جماعة، ربنا ما قالناش كده لا في القرآن ولا في السنة. اي واحد عاصي ومستمر على المعصية مستني حاجة من ثلاث حاجات، ملهاش رابع، ملهاش رابع الا ان يشاء الله سبحانه وتعالى. اول حاجة مستنيها عقوبة هذه المعاصي في الدنيا، العقوبة الدنيوية للمعصية. طيب والحاجة التانية اللي مستنيها موت الفجأة، ان يموت وهو لسه صغير، ولو مات فجأة وهو على معصية في الغالب هتبقى موتة سوء والعياذ بالله، خاتمة سوء. طب لو ما ماتش وعاش، لو ما ماتش وعاش مستني الخزي في الاخرة والعقوبة الاخروية. ثلاث حاجات لا يوجد لها رابع، اي انسان مقيم على معصية الله مستني حاجة من الثلاثة دول. اول حاجة مستنيها عقوبة الاخرة. احنا عايزين نبدأ بالاخرة ليه؟ عايزين نرسخ الاخرة في قلوبنا، عايزين نعيش مع الاخرة. الشهوات المتكالبة على الشباب في هذه الايام ملهاش حل غير انك انت فعلا تحط قدام عينك ليل نهار الجنة والنار وعظمة ربنا من قبل عشان تقدر انك انت تقوم هذا الطوفان اللي عايز يخطفك ويخطف قلبك. العقوبة الاخروية، العقوبة الاخروية ده احد السلف كان بيقول كلمة غريبة جدا، كان بعد الفجر يشهق ويبكي ثم يقول واهولا لو كان هولا واحدا لكفى ولكنها اهوال كثيرة. لو كان يوم القيامة ده حاجة واحدة كانت بقت كفاية، اصل يوم القيامة ده لو كان زلزلة بس كان بقت كفاية والله. ده ربنا يا جماعة بيقول اذا زلزلت الارض، اذا زلزلت الارض، خد كلام القرآن كلمة كلمة عشان تحس بخطورة كل كلمة. ده لما زلزلت حتة من البحر، حتة من الارض اتخسف بيها وقالوا هنعمل خريطة تانية للارض. ده لما زلزلت حتة من بلد بس 40,000 واحد ماتوا في لحظة. لما زلزلت حتة في مكان تاني في السبعينيات 2 مليون ماتوا في لحظة. تخيل لما تزلزل الارض كلها، لما تزلزل البحار، تسونامي ده ما يجيش واحد على مليون من اللي هيحصل يوميه. لما تزلزل الجبال وتندك على البشر، لما تزلزل القارات الستة كلها، تخيل اذا زلزلت الارض هيحصل ايه يوميها. ويا ريتها كانت تتزل بس، لو الزلزالة كانت كفت، ولو السراب كان كفى. السراب تحتك جهنم والعياذ بالله، ربنا يعافينا. طب وفوقك ايه اللي بيبقى فوق الناس يوم القيامة؟ الشمس على بعد ميل منورة لهم، لا ده حرارة بدون نور، يعني من فوقك نار ومن تحتك نار وظلمات تامة وقمة الحرارة التي لم تحس بها من قبل والعري، ومطلوب انك انت تعدي في هذا الموقف. يعني لما تتدبر كده تحس ان يوم القيامة ده مفيش فرق بينه وبين جهنم والعياذ بالله، الا حل واحد بس. الحل الوحيد يوم القيامة وسط الاهوال ده ايه؟ حل واحد بس، عارفين هو ايه؟ ظل عرش الله. لا يوجد حل يوم القيامة للنجاة من كل هذه الاهوال الا ظل عرش الله. اللي بيرى يوم القيامة، اللي بيرى اهوال الاخرة بس في الرؤية بتاعته بيتوب الى الله. يعني احد الناس كان شاف ان هو يوم القيامة قام وفي نار بتتطاير على اجساد الناس وهو بيصرخ وبيحاول يهرب منها، وقبل ان يستيقظ بلحظة بعض النار تطايرت على رجليه، اخذ يصرخ ويصرخ وصح وهو بيصرخ.
يقول وجدت على رجلي اثار دراهم كانها مواضع حروق، نفس الاماكن اللي يقولها فيها قطع النار على رجلي فيها في الرؤيا. سبحان ربي وتبقى الله. طب مجرد ان هو شاف الرؤيا بس، ابن عمر لما شاف النار في الرؤيا تحول الى عابد قوام لله سبحانه وتعالى، لم يترك القيام طول حياته ابدا. ده الامال اللي بيشوفها في الحقيقه يوم القيامه يقول لله سبحانه وتعالى ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون. لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم، يعني ايه؟ يعني ربنا بيكرهكم اكتر ما بتكرهوا نفسكم. يعني ايه؟ يعني يوم العاصي بيشوف عذاب جهنم يوم القيامه بيكره نفسه، بيكره نفسه اللي ودته في داهيه من شده ما بيشوف العذاب، بيكره نفسه اللي اوردته هذه المهالك. مستني ايه؟ مستني ايه غير ده؟ مستني ايه غير عقوبه الذنوب في الدنيا؟ هو في واحد ممكن يعاقب ممكن يذنب ولا يعاقب في الدنيا قبل الاخره؟ مفيش الكلام ده يا جماعه. كان الربيع بن خزيمة حينما يقوم الليل يقعد يبكي، فامه لما تسمع بكاءه تقول له يا ربيع يا ربيع اقتلت قتيلا؟ انت يا ابني قتلت قتيل يا ابني؟ فيقول لها بلى يا امه قتلت نفسي، كل اغنيه سمعتها خنجر وسكينه في نفسي، كل بصه بصتها خنجر وسكينه في نفسي، كل برنامج اتفرجت عليه خنجر وسكينه في نفسي، كل موقف فتنه وقعت فيه خنجر وسكينه في نفسي، بلى قتلت نفسي. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى، لان في ناس مش مصدقه، في ناس مش مصدقه ان ربنا هيحاسبها بكل ذنب عملته. ربنا في اول سوره الطور اقسم خمس اقسام على حاجه واحده بس، واحد والطور، اثنين وكتاب مسطور في رق منشور، ثلاثة والبيت المعمور، اربعة والسقف المرفوع، خمسة والبحر المسجور. ايه يا رب بتقسم بكل ده على ايه؟ ان عذاب ربك لواقع، عذاب ربنا واقع. والطور الجبل اللي ربنا شاله ورفعه على بني اسرائيل وهو بياخد عليهم العهد والميثاق، ليه؟ عشان يقول لهم ان انا اقدر اخسف بيكم الجبل ده هو لو عصيتوني او خالفتوا امري. ربنا سبحانه وتعالى يا جماعه، شويه ميه كان هم تسونامي، شويه هواء كان هم كاترينا. كاترينا امريكا خسرت في لحظات 150 مليار دولار خسائر اموال، غير الارواح تبص على الشاشات تلاقي الجثث عايمه على الميه والجثث عايمه على الشواطئ. سبحان رب، والاف مؤلفه من الجثث لسه ما يعرفوش عنها حاجه. بيقول لك نيو اوريلاند بلد من البلاد اللي اصابها الاعصار قدامها 100 سنه عما يقدر ان بشر يسكنها. بيقول لك قوه الاعصار كانت قوه قنبله نوويه، القنابل النوويه اللي بيهددونا بيها ربنا بالهوى اورثهم هذه العاقبه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القران وانه اهلك عادا الاولى، واحنا قلنا ساعه ما كنا بنعلق على هذه الايه ان عاد الثانيه هي امريكا. حد يعرف ربنا اهلك عاد الاولى بايه؟ بريح، ريح صرصر هوا برضو. اصل اللي بيتكبر على ربنا ربنا بيعاقبوش بحاجه جامده، بالهوا، عشان يعرفوا ان هو حتى النفخه ما يستحملهاش من ربنا سبحانه وتعالى. اعصار امريكا، البترول، اكتر اماكن في البترول في امريكا صفين عربيات تلاقيهم في الصوره واقفين قدام البنزينه، مفيش بنزين. البترول نفسه ضرب في امريكا، خسائر السل اللي دقوه. يقول لك امريكا اعلنت رسميا طلب المساعدات من جميع دول العالم غني وفقير. الواحد افتكر ايام روسيا ما وقعت، والله يا جماعه ايام الاتحاد السوفيتي لما كانوا دوله عظمى، تاني يوم في الاخبار بتاعت الساعه 9 كنت تتفرج عليهم تلاقيهم بيلموا من الزباله اول ما الامبراطوريه بتاعتهم سقطت. تذكر قول الله فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء، خدوا كل حاجة، خدوا اقتصاد وخدوا قوة عسكرية وخدوا ثروة زراعية وخدوا ثروة، خدوا كل حاجة. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. خسائر الرعب، 10 ولايات معلنة ان هي ولايات طوارئ، تحت الطوارئ، ممكن يجي هذا الاعصار في اي لحظة. الرعب اللي زيته امريكا بيعلمنا ايه يا جماعة؟ بيعلمنا عبودية الكل لله، بيعلمنا ان الكون كله تحت امر الله سبحانه وتعالى، بيعلمنا ان الملك لما قال للارض ابلعي ماءك بلعت ماءها، لما الملك قال للسماء اقلعي اقلعت، لما الملك قال للسماوات والارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين، لما الملك قال للتراب كن ادم بقى ادم، لما الملك قال للنار خليك
عليك برد وسلام على ابراهيم بقت برد وسلام على ابراهيم. عشان تعرف انك طول ما انت مع الله ما تخافش ابدا. طول ما انت مع الله تبقى انسان مطمن. ليه؟ لان الدنيا دي كلها جنود من جنود الله سبحانه وتعالى. ليه موسى ما كانش خايف من البحر وهو قدامه؟ جندي من جنود الله. ليه سيد ابراهيم ما كانش خايف من النار وهو يترمي فيها؟ جندي من جنود الله. ليه سيدنا يوسف بن نون وقف قدام الشمس في البخاري وقال لها انت مأمورة وانا مأمور، اللهم اوقفها علينا، اقف مكانك. فوقفت باذن الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لانه واثق انها جندي من جنود الله. لما كنت بتدبر النهارده في حديث اسقي حديقة فلان، السحابة وهي ماشية فصدر لها اسقي حديقة فلان، وجهت سكتها وراحت لحديقة فلان. انا قلت يا رب فلان ده مين؟ هي السحابة تعرف فلان وعلان؟ تعرف فلان وعلان. لو انت مطيع لله الكون كله يعرفك، الطير يعرفك والجماد يعرفك. طب يا رب السحابة تغير وجهها؟ ربنا يسوق اليك الكون كله ويسوق اليك قلوب البشر لو انت مطيع لله. طب السحابة بتسمع الكلام؟ عبد من عبيد الله، عبودية الكون كله لله. ولو انت مع الله الكون كله يبقى عبد ليك، وعلى قد ما عبوديتك تكمل لله على قد ما الكون يبقى مسخر لك ومصير لك باذن الله سبحانه وتعالى. والطور الجبل اللي ربنا هتهدد بني اسرائيل بيه، ربنا بيورينا بيقول لنا الوقت اقسم بالجبل اللي رفعته على بني اسرائيل. على ايه يا رب؟ استنى. وكتاب مسطور. وكتاب مسطور ده كتاب ايه؟ كتاب كلام الله، اقدار الله الشرعية والكونية. اقدار الله الشرعية والكونية، سواء المفسرين قالوا الشرعية او قالوا الكونية، اقدار الله. الامام احمد بيقول لك قدر الله هو قدرة الله. يعني ايه يا جماعة؟ يعني ربنا بيقسم باخضاعه للكون ده كله، ان مفيش حاجة في الكون خرجت عن امره. وكتاب مسطور مكتوب، كل حاجة بتحصل دلالة على هيمنة الله على كل شيء. في رق منشور والبيت المعمور، البيت اللي زي الكعبة كده بس في السماء، 70,000 ملك كل يوم بيحجوا اليه. المين اللي اخضع كل العدد الهائل من الملائكة بكل الخلق العظيم بتاعهم ده؟ الله بعظمته وسلطانه. والبيت المعمور والسقف المرفوع، السماء اللي فوقنا دي، ده الارض بس 6,000 مليون 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 طن. الارض بس الحقيرة ده ايه؟ ما بالك الكون ده كله تقوله ايه؟ بقدرة الله الكون ده هو مرفوع. والسقف المرفوع والبحر المسجور اللي يقدر يقلب المية نار، بتقسم بكل ده على ايه يا رب؟ ان عذاب ربك لواقع. يعني ربنا بيقول لكل عاصي انا اقدر ان انا اخسف بيك الجبال، واقدر ان اكتبك في اللوح المحفوظ من الاشقياء المخلدين في جهنم، واقدر ان انا صلت عليك ملائكة السماوات السبعة تعذب فيك، واقدر ان انا ارجمك باجرام السماء وافلاك السماء، واقدر ان المية اللي انت بتشربها عشان تبرد صدرك اخليها نار تولعك من جوه، اقدر ان انا اعمل فيك كل ده. ربنا بيخوفنا يا جماعة، بذلك يخوف الله به عبادة يا عبادي فاتقون. عشان كده السلف، كان واحد من السلف يحط صبعه على المصباح المشتعل لغاية ما يبدأ يحس بالحرق كده، يبدأ يحاسب نفسه بقى، لما فعلت كذا يوم كذا؟ طب لما فعلت كذا يوم كذا؟ طب لما فعلت كذا يوم كذا؟ مش انت عامل كده وبتعصى ربنا؟ طب انت عملت كل ده ليه؟ بيحاسب نفسه وحاسس بحرارة النار. احد السلف التانيين كان بيحاسب نفسه بطريقة ذكية تانية، ذكية جدا. قال بكل بساطة انا مش هفتكر انا اسلمت في ايه، ولكن انا عشت 60 سنة، يعني 21,000 يوم و500 يوم، وانا لا يمكن عد عليا يوم اسلمت فيه اقل من ذنب واحد. يعني انا هقابل ربنا هيسألني عن 21,000 ذنب و500. طب هقول لربنا ايه عن ذنب ذنب؟ يا شايفين يا جماعة، ده راجل ده افترض ان هو معصية واحدة في اليوم. يعني انت امبارح ما عملتش حاجة غير انك بصيت بصة واحدة بس حرام. انت امبارح ما عملتش حاجة غير بس وانت معديها في الصالة كده قمت بصة بصة على التلفزيون وهو شغال. ما عملتوش حاجة، ما عملناش اي حاجة بس. وفي اليوم اللي عملت فيه ده ما عصيتش ربنا فيه، ما اختبتش فيه، ما كذبتش فيه، ما نمتش فيه، ما لمستش، ما غمستش، ما عملتش اي معصية فيه على الاطلاق. هكذا كان السلف يحاسبوا انفسهم. لما الواحد بيفتكر معصية وقعد يفكر فيها بيترعب والله. ايه ربنا ازاي؟ هنقابل ربنا نقول له ايه؟ هنقابل ربنا بانهي وقت؟ ده انت كل موقف شفت فيه الدين محتاج نصرتك وما نصرتوش فيه ذنب عليك امام الله. عشان كده سعيد بن عامر لما عمر بن الخطاب ولاه على حمص، فاهل حمص اشتكوا لعمر بن الخطاب، فسيدنا عمر راح بيقول لهم مما تنقمون منه؟ قالوا له لسه طويله كده، كان منها ان الراجل ده بتاخذه غمضه، يعني موته كده، يعني بيغمى عليه كل شويه. ايه الحاكم اللي انت جايبه لنا بيغمى عليه بيقع من طوله كل شويه ده؟ فسيدنا عمر وبيساله يعني ما هذه الغمضه؟ ليه 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 الاغماء اللي بتحصل لك دي؟ مريض ولا تعبان ولا ايه؟ فقال له
اني يوم قتل خبيب بن عدي، خبيب في مكة لما قطعوه حتة حتة من جسمه ثم قالوا له اترضى اتحب ان يكون محمد مكانك، فقال والله ما احب اني في اهلي ومالي ومحمد يشاك بشوكة. قال فكلما ذكرت هذا الموقف، كان واقف يتفرج عليه وكان لسه مشرك، ظننت ان الله لا يغفر لي ذلك ابدا. هو اللي بيفهم اكتر ولا احنا؟ لما انت بتشوف الدين الوقت بيتقطع ومش همك وبتنام، ممكن تفكر في الغيبة اللي اخترتها وتقول يا رب اغفر لي، وما بتفكرش ان سكوتك على احوال المسلمين ده ذنب اكبر من اي ذنب تاني انت عملته. اهو بيقول لك ظننت ان الله لا يغفر لي ذلك الذنب ابدا. الواحد لما بيفتكر الحاجات اللي هو عملها وما هوش عارف هو مراي ولا مخلص. يا جماعه اي امتحان انت ممكن تدخله لو جبت 50% تنجح، 60% تنجح، 70% تنجح. امتحان الاخلاص لو جبت 99% تسقط، لازم 100%. ما ينفعش 1% شرك مع الله لاي شيء من الاشياء. شايفين؟ طب واسقط يعني ما خدش ثواب العمل ده؟ لا يا حبيبي، تسقط يعني تتسحب على وجهك يوم القيامه الى جهنم والعياذ بالله. الرياء ذنب، مش مجرد اضاعه وحبط للعمل فقط. الواحد لما يفتكر الفروض اللي هو ما يعملهاش، احنا حلنا ايه في بر الوالدين؟ ولا مره قلت لابوك او امك لا، ولا مره زعلت منهم ولا غضبت منهم. احنا حلنا ايه يا جماعه في صله الرحم يا جماعه؟ احنا حلنا ايه في الفروض مش في النوافل؟ الفرائض اللي ربنا سبحانه وتعالى هيسالك عليها. يا ده الرسول عليه السلام لما يقولك ان كل معصية بيمكت في قلبك بيها نقطة سوداء، نقطة سوداء في كل معصية، الواحد بيقعد يفكر كده. يا ترى يا رب لو الواحد قلبه اتكشف دلوقتي، ولا اي واحد مننا قلبه اتكشف، يا ترى هيطلع ابيض ولا رصاصي ولا كروهات ولا اسود، ولا هيطلع لونه ايه من كل المعاصي اللي اتعملت دي؟ عشان كده ربنا بيقول في سورة الطارق يوم تبلى السرائر، قلبك هيبان بقى لونه ايه بحقي وحقيقي. الايه اللي بعدها فما له من قوه ولا ناصر. طب ليه يا رب دي بعد دي؟ اصل لما حقيقتك من جوه تبان وتتكشف مفيش حد هيجرؤ انه يشفع لك امام الله. ليه؟ كل حاجه من جوه بانت خلاص. بعد كل ده لما تسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، روايه عن رب العزه، يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. ولا ابالي دي تخليك تحس انك بتحب ربنا قوي. ده انت يا ابني لو قعدت تعد ذنوبك ممكن في ذنوب منها لو اخوك اللي في البيت عرفها والله ما يسكن معك في الشقه، في ذنوب منها لو والدتك عرفتها ممكن ما تطقش تبص في وشك، وربنا عارفها سبحانه وتعالى وفتح لك بابه برضه. ده انت لو واحد غلطت في حقه قوي قوي يعني ورحت تصالحه كده ومتوقع انه هيتقمص منك ولا حاجه، لقيته بيضحك في وشك وبيطبطب عليك وبياخدك بالحضن ويقول لك انا مش زعلان والله، ده انا بحبك. هتقول ايه الشخصيه العظيمه دي؟ ده انا بحبه قوي. ما بالك باللي غفر لك كل اللي انت عارفه. ده انت لو اي واحد غلطت في حقه مره هيعديها لك، اتنين هيعديها لك، 10 لا، ربنا لو غلطت في حقه بليون مره ورجعت له يغفر لك على ما كان منك ولا يبالي. مستني ايه من ورا المعاصي بتاعتك لو ما تبتش منها؟ مستني موت الفجأة وخاتمة السوء؟ مستني ايه؟ ما هو مفيش خير كده يا جماعة الا ان انقذت على اخر لحظة. احد الشباب كان سايق عربيته وهو ماشي في الشوارع فحب يحود من شارع جانبي. سبحان ربي، الشوارع الجانبية دي من ايات ربنا والله يا جماعة، بيحصل فيها قصص كتير قوي. ممكن يحود من الشارع اللي قبله ولا اللي بعده، بس هو حود من ده. ده من قدر الله سبحانه وتعالى. حود لقى شاب سايق عربيه، شاب روش وحلو كده وسايق عربيه وماشي عكس البنات اللي ماشيه في الشارع، بنتين ثلاثه قدامه كده. فالراجل عدى بالعربيه وبعد كده ضميره تعبه. ايه ده؟ انا ازاي اشوف المنظر ده واسيب الشاب ده كده؟ بدا يدخل في الصراع. الصراع دي كلمه طبعا محسنه جدا، صراع ايه؟ المفروض يروح يكلمه فورا. بدا يدخل في صراع وبعد كده لقى البنتين دخلوا في بيتهم بقى. فقام راجع للشاب تاني وقام وقف عربيته ونزل له. قال له انت يعني يا اخي الكريم وربنا والدين والاخره والنار والجنه والموت والحساب والاثر الدنيا والمعصيه وعظمه ربنا ونعم ربنا عليك، احد يتكلم معاه بيقول وانا خايف في الاول. ليه؟ الواد تخين وطويل كده وشكله يخوف، لو قلب عليه ممكن يعمل فيه حاجه. فبيقول شويه ولقيت بدا وشه يتاثر، شويه ولقيت دموع بتنزل من عينيه، اطمنت. قعدت ارزع بقى، قعدت اديله بقى نار واخره وموت. فبيقول فبدا يتاثر جدا. قال له طب انا عايش في فراغ نفسي قاتل. فراغ نفسي قاتل؟ طب لما انت عايش في فراغ نفسي قاتل يعني انا معايا فلوس ومش عارف اعمل بيها ايه؟ اروح اشتري شويه بنزين
وقلب الكبريت واقعد اولع في ايدي واطفيها، اما الحريقة تروق اولع في رجلي واطفيها، اما تروق اولع في صدري واطفيها. ايه يا جماعة ده يا جماعة؟ انا مش عارف اعمل ايه بالوقت بتاعي، اروح ادخل بيه جهنم والعياذ بالله؟ بيقول انا فراغ نفسي قاتل. الناس قريبة والله يا جماعة قريبة. في الاول انت بتبقى خايف تكلم الشباب اللي واقفين في الشارع، ولا التاكسي اللي ركبت معاه، ولا صاحب الميكروباص. لما بتتكلم كتير بعد كده بتكتشف ان الناس اصلا يعني بينها وبين ربنا شعرة، بس انت بس قربهم لله. طب هات لي نمرتك وهات لي عنوانك وبتسبنيش، واداله نمرته وعنوانه. يومين ولقى الشاب بيفوت عليه فعلا، بس وشه منور بقى، الصلاة بدأت تنور وشه، الجلابية البيضة كده اللي بتخلي الداخل بتاعك يبيض من بياض الظهر، الباطن نفسه يبيض، وهو بيكلمه بهدوء وسكينة والحمد لله. حد يحكي له على البلاوي اللي عملها طول عمره. في الاول كان بيشد عليه، انما الراجل الوقت جه نطبطب بقى. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. الوقت بدأ يتأثر وبدأ يخشع. طب عشان خاطر يفوت عليا وعنوانه، حاضر يفوت عليه. بكرة تشغل، بعده تشغل، بعده تشغل، اربع خمس ست ايام تشغل، وبعد كده اقتنص نص ساعه فاضيه وراح يفوت عليه. بيخبط لقى واحد راجل كبير كده ودانه بيضه وطالع له، فالراجل شكله زعلان جدا وحزين، فبيقول له حضرتك فلان موجود يعني؟ ففوجئ هذا الشاب الملتزم ان صاحبنا يا جماعة مات في هذه الايام. انت عارف انت تفتكر حديث ايه في الموقف ده؟ حديث قاتل المئة لما الراجل ادركه موت الفجأة وهو في الطريق رايح للبلد الصالحة، فنزلت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب يختصموا فيه، فقاسوا المسافة ما بينه وبين ارض الصلاح وما بينه وبين ارض الضلال، لقوا انه اقرب لارض الصلاح قد ايه؟ شبر واحد بس. اهو الراجل ده انقذ على شبر، اهو صاحبنا الشاب ده هو انقذ على شبر. شبر يا جماعة، شبر والله، ممكن مصيرك كله انقذ على شبر، ولكن الشبر ده خط النجاة. لو جيت تشوف المسافة اللي قبله ملايين الجثث من الشباب مرمية فيه. ما هو اللي لحق الشبر ده قد ايه؟ قليل اوي، قليل اللي لحق الشبر ده. ما هو 50% النجاح في واحد جاب 49%، وواحد 49% و9 من 10 صوت، وواحد 49.5 صوت. ليه؟ ملحقش الشبر. اللي لحق الشبر ده قد ايه؟ قليل يا جماعة، قليل. ولكن اذا كان الراجل ده لحق ففي شباب تاني ملحقوش كتير قوي للاسف الشديد، وهم الاكثر. يعني احد الشباب يعني بيحكي بيقول احنا كنا ثلاثة. لا ما كانوش ثلاثة، دول كانوا اربعة. ليه؟ كان الرابع بتاعهم ابليس والعياذ بالله. كانوا ثلاثة يعني عشاق، لان هم يروحوا مع الفتيات في الاماكن اللي مش عارف فيلا بتاعت واحد منهم ولا بتاعت ايه، يعني زنا وخمرة ومخدرات والعياذ بالله كل المبقات اللي انت تسمع عنها. فبيقول لك وفي مرة من ذات المرات، يعني كنا ثلاثة اصحاب كده وثلاث بنات، ورحنا على فيلا بتاعت واحد منهم، فاكتشفوا للاسف الشديد ده بقدر الله ان هم نسوا الاكل. طب ينفع ما ناكلش؟ ما ينفعش ما ناكلش. فواحد تبرع انه يروح يجيب الاكل. الساعة كام؟ 6. الساعة 6:30 ما جاش، 7 ما جاش، 8 ما جاش، 9 ما جاش، 10 ما جاش. لازم في حاجة. واحد منهم ركب عربيته وطلع بسرعة يشوف هو حصل له ايه. فوجئ ان على الطريق عربية مقلوبة، بيبص عليها لقى عربية صاحبه، بيجري بيشوف لقى العربية مولعة، بيشوف صاحبه جواها لقى نص جسمه اتسحب خلاص وهو لسه ما ماتش. ياه لسه ما ماتش. 4 ساعات بيطلع في الروح والعياذ بالله. فبدأ يهز فيه يتفوق فيه، فبدأ صاحبه بيقول له بدأت اسمع صوته وبيقول النار النار، فبيهز فيه وبيقول له تعالى عايز يشيله يوديه المستشفى. قال له ما تحاولش، مفيش، مش هوصل، ما مش هوصل المستشفى. فبيقول بدأت يعني بدأ يضطرب كده، صاحبه بيموت قدام عينه، صاحبه بيولع قدام عينيه، فبدأ يضطرب ومش عارف يعمل ايه. فلقى صاحبه ده بيقول انا هقول له ايه؟ هقول له ايه؟ فبيقول له هو مين ده؟ قال له الله. فقول له ايه لما قابله؟ ثم شهق شهقة الموت ومات. ياه، بيقول لك رجع البيت طبعا مفزوع، ايام وشاشة 24 ساعة قدام عينيه، اليوم اللي شرب فيه مع صاحبه، واليوم اللي ركب فيه مع صاحبه، واليوم اللي لعب كوتشينة على عمر فيه مع صاحبه، واليوم اللي عمل فيه ايه مع صاحبه، شاشة 24 ساعة، والنص التاني من الشاشة صاحبه هو والعربية بتاعته ولعة، وجسمه نصه متفحم، والدم بتاعه سايل، وبيصرخ وبيقول النار، وبيصرخ وبيقول هقول له ايه؟ فبدأ يسأله كمان طب وانا هقول له ايه؟ وانا كمان هقول له ايه؟ لغاية ما قطع هذه الشاشة وهذا العرض في ذهنه صوت اذان الفجر وهو يقول الله اكبر الله اكبر.
اكبر. صاحبنا ده نجا ولكن الاولاني على الشبر بتاعه ملحقوش يا جماعة. يعني ممكن ما تلحقش الشبر. يعني في ناس كتير جدا ملحقش الشبر. 90% من الشباب مش هيلحقوا لو مات فجأة ولا عزوا بالله. الا ان يلطف الله بهم. الممثلين اللي ملقوا الدنيا فسادا راحوا فين يا جماعة؟ من اعتبر بخواتيم الناس اللي كان بيقولك انا عايز 1,000,000 جنيه واموت بالسرطان. وجالوا 1,000,000 جنيه وما نفعوش بشلن لما جالوا السرطان ولا عزوا بالله. واللي كان عشرات الالاف بالمعجبات في العالم كله حواليه ولما جالوا سرطان بقى يعض في خشب الارض من شدة الالم. مرضاش يقول حتى يا رب. مرضاش حتى يقول انا تايب ولا انا كنت مذنب يا رب. كبر على الله حتى في لحظة الموت. ومات. واللي كانت صاحبة ثورة الافلام في السبعينيات وجاء لها نوع من السرطان والعياذ بالله. كنا بندرسه في الكلية يقول لك اسمه سرطان العاهرات. والعياذ بالله ده كلام الكفار مش كلامنا. مش ارهاب ولا تطرف يا جماعة. ما السرطان الذي اتى لها. واللي كانت سندريلا وبعد كده رمت نفسها من المستشفى وهي في بلاد الغربة. ليه؟ وشها الجميل اتشوه وجسمها الجميل اتشوه. ما عادش لها اي قيمة في الحياة. ما رضتش حتى انها تتوب لربنا سبحانه وتعالى. ولا تقول انا كنت بعمل حاجة غير صالحة. ولا تحط شرب على راسها. واللي كان مال الدنيا غنى و و و وفي الاخر دمه كله يتنفف قدام عينه. والدكاترة حواليه ما يعرفوش يلحقوا ولا يقولوا اي حاجة. ولا يرضى انه يعترف انه كان مذنب في يوم من الايام. كبر بيضيع حتى لحظة الموت والعياذ بالله. واللي صحى لقى نفسه في التربة ومات في التربة. واللي مات في اوضة الزنا عاري والعياذ بالله. واللي الخواتيم دي كلها ما بنتعصبش بيها. ما بنعتبرش بيها. ما بتأثرش فينا. ما بتحركش فينا حاجة. ما بتخافش انك انت تكون قصة من قصص موت السوء. ما بتخافش من هذا الامر. طب انا عايز اموت موتة صالحة اموت ازاي؟ انا مش عايز خاتمة سوء اموت ازاي موتة صالحة؟ ما هو الوقت لو واحد قاعد يذاكر طول النهار بيذاكر وينام بس. بيذاكر وينام ما بيعملش حاجة تانية. لو مات هيموت وهو ايه؟ 90% بيذاكر. ما هو بيعملش حاجة كده. طب لو واحد قاعد شغال في الشغل بتاعه طول اليوم يا بيشتغل يا بينام. لو مات هيموت وهو ايه؟ بيشتغل. انا ماليش دعوه الوقت الشغل انا بتكلم على مثل واقعي. لو انت غالب حياتك في طاعه ربنا 99% هتموت على طاعه ربنا. 99% دي بحسابات الدنيا. ولكن بحسابات الاخره وكلام الله من عاش على شيء مات عليه. لو انت فعلا حياتك في طاعه الله باذن الله سبحانه وتعالى ربنا لن يقبضك الا على طاعة الله سبحانه وتعالى. مستني ايه؟ هو حاجة من الثلاث حاجات اللي اتكلمنا عنه. يا خزي الاخرة يا موت الفجأة وخاتمة السوء. يا اما الذنوب والمعاصي بتاعت الدنيا تطلع عليك في الدنيا وتيجي عقوبات الدنيا والعياذ بالله. مستني ايه؟ احنا مستنيين ايه يا جماعة؟ ابو دهن اللي مربيها ده مستني ايه؟ ومنقاط ومخبار. احنا منتكلمش مع العاصي بس. غالب اللي قاعدين في المسجد دلوقتي مش عصاة والحمد لله. انا ظني فيكو كده. الغالب فعلا داخل ولكن عايز يفوق. احنا بس مش عايزين نتوب. مش مستنيين ان احنا نتوب. احنا عايزين ننطلق لله. عايزين ننطلق لله. عشان كده يعني لما جيت اتدبر في قول الله سبحانه وتعالى قد افلح المؤمنون. انا قعدت اتدبر في الايات دي كده. حسيت فعلا ان دي صورة كده نورانية. ربنا فتح لنا باب في السماء وبيقول لنا انطلقوا ليها. البرواز الجميل ده عايزين نوصل له يا جماعة. عايزين ننطلق. مش القضية ان احنا نتوب بس. ما في ناس تابت وقعدت مكانها. عايزين نتوب وبعد ما نتوب ننطلق الى الله. قد افلح. عارف يعني ايه افلح؟ بعض التفاسير قالت من الفلاحة. يعني الفلاح اللي بينزل يطلع روحه في تسوية الارض وتنقية الارض وحرث الارض وبذر الارض والعرق بتاعه السوق يشر منه. وبعد كده يقول يا رب عليك ان البذور دي تطلع ثمر يا رب. اهو ده اللي احنا عايزين نعمله. احنا عايزين نتعب في دين الله. عايزين نجتهد في دين الله. عايزين نجاهد في العبادات ونجاهد في تربية قلوبنا ونجاهد في طلب العلم ونجاهد في الدعوة. وبعد كده نشيل العرق من على جبيننا ونقول عليك الثواب يا رب. عايزين شاب كده يا جماعة يروح بعد العشاء يقعد على سجادة الصلاة يقعد يصلي لغاية الفجر. مش بيصلي لغاية الفجر وبيجاهد نفسه. ده قاعد يستغيث بالله انه يصلح له قلبه لغاية ما يلاقي الفجر يدن عليه وهو ساجد كده بقاله نص ساعة ساجد. يقول عليك تعب يا رب. يا رب عليك الثواب وهداية قلبي وتنزيل الايمان على قلبي يا رب. احد الشباب بيقول لنا الجدول بتاعي بعد الفجر اقعد جلسة الضحى واعبد ربنا والقرآن بعد الظهر ورد العلم وتحصيل العلم. بعد العصر افوت على الشباب اقعد ادعوهم الى الله. بعد المغرب احضر درس. بعد العشاء اروح انام عشان اقوم الليل. عايزين نبقى كده يا جماعه. واحسن من كده. بس عايزين نبقى كده حتى على الاقل. عايزين نبقى ناس مجتهدين في دين الله سبحانه وتعالى. قد افلح
قد لما تيجي مع الفعل الماضي تفيد اليقين. يقين انت ممكن ان الفلاح مش موجود غير في سكه ربنا، انت ممكن ان مفيش سعاده غير في طريق ربنا سبحانه وتعالى. اليقين ده عندنا ولا مش عندنا يا جماعه؟ في ناس عندها اليقين ان الزوجه هي اللي فيها السعاده، يتجوز اجمل بنت شافها توريه النجوم في عز الظهر. شاب كان جاي يقول جبت 40,000 جنيه من الخليج وجاي والفلوس راحت في جوازه، واحد قال له ما الرسول قال اصفر بذات الدين تربت يداك، مش هتلاقي غير صوره بتحط ايدك عليه، كل حاجه هتروح لو خدت واحده غير ذات الدين. واحد تاني يقول لك السعاده في فلوس، يا يطلع اولاده افسد شباب يطلعوا روحه ويضيعوا له عمره اللي شاء فيه يجمع مال. واحد تاني يقول لك السعاده في المركز كده والشهره وال يا قدام عينيه وهو لسه عايش الكرسي اللي كان بيحلم بيه غيره اللي يقعد عليه ويموت هو بحسرته. لا يوجد سعاده الا مع الله، مفيش اي طريق تاني فيه سعاده، مفيش اي سكه تانيه فيها سعاده. واللي يقول لك ان في سعاده في طريق غير طريق الله يبقى يا مجنون يا نصاب، مفيش حاجة تالتة ليه. أي والله العظيم يا جماعة أقسم بربي هذا هو الحق المبين، من جعل الآخرة همة جمع الله عليه إيه؟ شملة، ومن جعل الدنيا همة شتت الله عليه شملة. ليه؟ أصل الهدف الآخر ده هدفه بعيد، فبصص له من بعيد كده فما بيبصش في اللي على يمينه وشماله، فمركز وجهته على حاجة واحدة فمنطلق ليها. إنما اللي هدف الدنيا مرووش بقى، بتاع اليمين تقوم معديه عربية حلوة يقوم باصص على اليمين كده يا هي دي الركوبة ولا بلاش، يقوم على الشمال الموبايل بوني فونك يقوم رنن يقوم بص على الشمال كده هي دي المحمولات ولا بلاش، تقوم واحدة معديه على رصيف التاني وعربية على رصيف التاني ومن تحته مش عارف يجي ايه، يقعد مرووش. الدنيا الدنيا هبلاه لانه مش مركز هدفه على حاجه واحده. عشان كده الناس اللي مش مصدقه ان السعاده مع ربنا وقعت على كتر رقبتها في الدنيا قبل الاخره. ذرني ومن خلقته وحيدا، مالوش زي. يا هو الايات دي نزلت في احد المشركين، انما لو جبتها على الشباب مالوش زي. شاب ما في البنات كلها تتقبل عليه، يا سلام، وبنت بلد اجمل بنت في البنات كلها. وطرني ومن خلقت وحيدة ملوث زي وجعلت له مالا ممدودة. اصلا ممكن معاه مليون جنيه بس لو صرفت منهم يخلصوا، انما ليه يتجارة كل يوم بكسب منها 100,000 جنيه، فمهما صرفت الفلوس بتتمد تاني وتتجدد تاني. ده والده مديله محمول ومديله عربية ومديله فلوس بلا حساب وبيقول له لو خلصت الفلوس تعالى حبيب قلبي خد فلوس تاني، لو خلصت الفلوس يا بنتي تعالي حبيبتي خدي فلوس تاني. امال انا ابوكي ليه وبتعب ليه؟ عشان انت تستريحي وتفسدي في الارض، تفسدي وتفسدي في الارض. وجعلت له مالا ممدودة وبنينا شهودة. اولاده معاه كده، داخل التجارة معاه، داخل اي نادي معاه، داخل على اصحابه معاه. الواد يتجوز بنت حلوة طبعا بفلوسه ويجيب عيال ملونة ويعيش، ومتقاله انها جوازة حلوة، متقاله انه كده عايش سعيد. ولكن ثم يطمع ان ازيد، فكر ان انا هزوده بمعصية الله، كلا هذا لا يكون ابدا، لا يمكن، انه كان لآياتنا عنيدة. العند اللي بين ايدين ايات ربنا سبحانه وتعالى، سأرهقه صعودة، هدوره عذاب في الدنيا متصاعد، مفيش يوم يعدي اللي هو اسود من اليوم اللي قبله، واسوأ من اليوم اللي قبله، واسفت من اليوم اللي قبله، وارهق من اليوم اللي قبله، والعياذ بالله. ليه؟ لانه ظن ان في سعادة في غير طريق الله سبحانه وتعالى. قد افلح المؤمنون، تحس ان كأن في ناس كانت مستنية كده ومرتقبة، يا ترى الشباب الروش اللي هيكسب ولا اللي في العيال اللي اتضحك عليها واتغسل لها بقها في الجامعة دي اللي هتكسب. وقام جاي واحد فجأة قال يا جماعة قد افلح الملتزمات والملتزمون والتائبات والتائبون والمجتهدات والمجتهدون وقد خسر العاصيات والعاصون والمتبرجات والمتبرجون والتائهات والتائهون. كأنه خبر من المعاني الجميلة اوي في كلمة قد افلح. لما بتيجي الصلاة تقام الامام بيقول ايه؟ قد قامت الصلاة. يقول لك قد قامت دي يعني كأن في ناس مشتاقة قوي انها تقف بين ربنا. فلما تسمع كلمة قد قامت يعني خلاص يا جماعة خلاص، زي ما تكون انت مستني تقابل وزير ولا سفير ولا حاجة واقف بره، يقوم بعد كده السكرتير يجي يقول لك خلاص الميعاد جه، قلبك يجي في شوية مشاعر غريبة كده، هدخل اقابل الشخصية العظيمة دي بقى خلاص. قد قامت الصلاة دي عشان اللي مشتاق قوي للصلاة يفرح ان الميعاد الدخول على الملك خلاص جه. فقد افلح المؤمنون بشرى لكل انسان مؤمن ان هو ده طريق الفلاح وهو ده طريق السعادة. الذين هم في صلاتهم خاشعون. اول مقياس، من اول مقياس كده بنتفضح
من اولك كده الفضيحه لازم تطلع. الذين هم في صلاتهم خشن بيقف في بنقف ترتعش من ايام ربنا في الصلاه. خدوا بالكم يا جماعه، الذين هم في صلاتهم ايه خاشعون، مش الذين يخشعون في الصلاه. في اللغه العربيه يقول لك الجمله الاسميه اللي هي ربنا عبر بها هنا تفيد الاستمرار والثبوت. يعني ايه؟ يعني مش اول ركعتين في التراويح بيعيط والست ركعات الباقيين نايم، مش صلاه المغرب خاشع وصلاه العشاء قلبه مش معانا، مش امبارح كان بيقرا القران ويعيط والنهارده مش حاسس، مش امبارح كان نفسه يقوم الليل والنهارده ملوش نفسه يقوم الليل. استمراريه الايمان، منحنى الايمان ما بينزلش. في ناس وقت تقرا القران منحنى الايمان ينزل قوي 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 ولما تيجي ايات جنه ونار يفيه، ينزل قوي 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 ولما تيجي ايات جنه ونار يفيه. وفي ناس منحنى الايمان ثابت مستقر ما بينزلش، اهو ده الاستمرار. لو انت المحمول بتاعك باظ تعمل ايه؟ مشكلة. طب لو قلبك باظ، ما هو عدم استمرار الايمان ده لان قلبك مليان ثقوب، فالشحن لما بيدخل بيقعد يتفرغ من الثقوب دي، على تاني يوم يكون الشحن راح. فلو المحمول بتاعك باظ، لا ده لو قلبك باظ مصيبة اكبر. لو كلة الواحد فشلت ربنا يعافينا محتاج انه يغسل غسيل كلوي، اهو زي الغسيل الكلوي كده. قلبك باظ محتاج غسيل قلبي، محتاج قلبك يتغسل. محتاجين يا جماعة ان احنا نبذل مجهود على قلوبنا في تربية قلوبنا عشان فعلا المقامات الايمانية دي تيجي. الذين هم في صلاتهم خاشعون، استمرار الايمان، مش الايمان اللي بيجي ويقطع، مش الايمان الفلاشات، لا الايمان المستمر المستقر. الذين هم في صلاتهم خاشعون. طب في حاجة اعلى من صلاتهم خاشعون؟ الذين هم في حياتهم خاشعون. اللي الخشوع بتاعه مش في الصلاة بس، ده الخشوع بتاعه هو بياكل وهو بيشرب وهو نايم وهو ماشي وهو بيتكلم وهو بيشتغل وهو بيذاكر، خشوع مستمر، قلبه منكسر لله دايما 24 ساعة. طب ازاي الاحساس الرهيب ده يجي؟ ازاي احساس الخشوع ده يبقى مستمر معايا؟ لو قلبك عاش مع مشاهد عظمة الله، عاش مع، انا عايز واحد منكم يا جماعة قبل ما ينام كده وهو بيغمض عينه يفكر، بقى انا في 7 سماوات فوقي مفيش فيهم 4 اصابع مفهوش ملك بيعبد الله، وانا هنام وهعجز وانام. انا عايزكم يا جماعه تفكروا التفكير ده، 7 سماوات فوقي قاعدين يسبحوا ربنا 24 ساعة، واحد قلبه مع انوار حجاب، حجاب الله نور ان اراه، واحد قلبه مع عرش الله وعظمة عرش الله، واحد قلبه مع اعجاز خلق الله في الكون، واحد قلبه مع هيمنة امر الله على كل شيء في الكون، وان الله هو القادر على كل شيء ولا احد يقدر على اي شيء. ربنا اللي بيده كل شيء، اللي بيده رزقك مين؟ الله. واللي بيده سعادتك الله، واللي بيده دنيتك الله، واللي بيده الجنة الله، واللي بيده حسابك يوم القيامة الله. فلو خسرت الله يبقى خسرت كل شيء. عشان كده اشد عقاب على العصاة في جهنم انهم بيتحرموا من كلمة يا رب، لما يقولوا يا رب ربنا يقول لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. يا سلام، كلمة يا رب دي كلمة كنز والله. بس لو نظرها يا جماعة، متوجه لغيره ليه؟ رايح لغيره ليه؟ مين ليك غير الله؟ ومين يملك مستقبلك غير الله سبحانه وتعالى؟ عشان تقرب من اي حد وتد ضهرك لربنا سبحانه وتعالى. الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. عارف يقول لك الدنيا عرض، يعني بيديوا ظهرهم، يعني اللغو ده ملناش دعوه بيه، مش سكتنا ولا عندنا لحظه نضيعها ولا عندنا. ليه؟ اصل اللي وقف بين ايدين ربنا في الصلاه ده، اللي وقف بين ايدين الملك وجرب جلال القرب من الملك وجرب روعه الاتصال بالملك، ده يا جماعه بيخرج من الصلاه اللي صلاه صح، بيخرج من الصلاه هيموت عشان يوصل لربنا. خلاص بقى قلبه ماخوذ عن اي شيء الا لله سبحانه وتعالى، هيموت عشان يصل الله سبحانه وتعالى. فده ما عندوش وقت يلغه، ما عندوش وقت يضيعه، فده جد في حياته زي محمد بن الفضل كده رحمه الله لما كان بيقول لك منذ 40 سنة ما خطوت خطوة الا لله. بقال 40 سنة ما عملتش مشوار الا في سبيل الله، يعني يا اما في دعوة يا اما في طلب علم يا اما في جهاد يا اما في نصر المسلمين يا اما في نصر الدين بدر، المهم انه في سبيل الله سبحانه وتعالى. انت حياتك كلها لله؟ انت كم في المية من حياتك لله؟ ما احنا لازم نوزن حياتنا على اقوال السلف يا جماعة، وعلى حياة السلف وعلى حياة الصحابة رضوان الله عليهم. والذين هم عن اللغو معرضون. طب ليه الاعراض عن اللغو دي بعد الصلاة؟
لانك لو صليت صح المعاني الايمانية اللي هتيجي في قلبك وانت بتصلي، لما تخلص صلاة اي كلمة مع اي بشرة او اي مخلوق او اي تفكير في اي دنيا هيضيع عليك المعاني دي. فانت وانت بتصلي بعد ما تخلص صلاة مش عايز الايمانيات اللي جوه قلبك دي تروح، مش عايز حد يكلمك، لا عايز تبص يمين ولا تبص شمال ولا حد يكلمك. لو انت صليت وما حسيتش بالاحساس ده تتهم صلاتك. لو انت سبحت ربنا وبعد التسبيح لقيت نفسك ما انتش عايز تستغفر، ما هو التسبيح ده بيعظم مقام الله في قلبك. لما مقام الله يعظم في قلبك اي معصيه مقام هيعظم في قلبك، ازاي نعصي الملك؟ ازاي نعصي الله؟ فلو انت سبحت وما لقيتش نفسك عايز تستغفر بعدها تتهم تسبيحك. عايزين يا جماعه نقيم عبادتنا، نعرف عبادتنا كويسة ولا لا، نعرف عبادتنا مثمرة ولا لا. هو ده تقييم للعبادة اهو. لو صلاتك فيها خشوع لازم هتعرض عن اللغو بعدها، شوف انت معرض عن اللغو ولا لا. والذين هم للزكاة فاعلون، يعني مش اي زكاة، يقولك الحاجة الدواء ده فيه فاعلية، يعني دواء مؤثر، يعني مش بيزكى اي زكاة، بيتحرى بيدي الصدقة لمين، بيتحرى بيطلع الزكاة لمين، ما بيطلعش اي مبلغ، بيطلع على قد ما يقدر، لان ربنا سبحانه على قد ما ربنا يفتح ليه على قد ما هو بيعطي لله سبحانه وتعالى. يبقى كده كل اللي فات ده عبادات اهو، صلاة وزكاة. والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. يبقى الفرش على الزوجة او ما ملكت اليمين، يعني العادة السرية ما حدش يجادل فيها، حرام حرام. طيب وحفظ الفرش من الاخلاق، من الاخلاق والسلوكيات. طب بعد كده يا رب والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون. المعاملات بقى معاملات تمام، يعني ربنا الاول اتكلم على العبادات وبعد كده على المعاملات. طب العبادات في الاول ليه؟ لان العبادات دي هي زادك في طريق الله، العبادات دي اللي تشحن قلبك، هتخليك لما تؤمر اي امر في تكليف في الدين تنفذ بقوة قلب. العبادات دي اللي هتخليك لما يتقالك حجاب تقول سمع وطاعة، وانت لما يتقالك اي امر من اوامر ربنا ما تدخلش بيت ولد وتخرج من ولد، لا تقول سمع وطاعة. العبادات اولا، عشان كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على ايه؟ على خمس. بناء الدين ده مبني على خمس حاجات، هم ايه يا نبي الله؟ الشهادتين والصلاة والصوم والزكاة والحج. الشهادتين اللي هم الايمان، والصلاة والصوم والزكاة والحج اللي هم العبادة. دينك ده مبني على شخص قوي الايمان قوي العبادة، عبادتك ده الاساس بتاع دينك. عايز تعلي 10 ادوار اعمل الاساس 10 ادوار، عايز تعلي 3 ادوار كفاية عليك اساس 3 ادوار، عايز تبني دور يقع عليك ابني انت حر، الاساس بتاعك بايظ. عايز تعلي بيت 75 دور زي شعب الايمان بضع 70 شعبة، متن الاساس بتاعك. طب وبعد العبادات تيجي المعاملات ليه؟ لان انت لو عبادتك ما اثمرتش قوة في المعاملات وصحة في المعاملات يبقى انت عبادتك غير مثمرة على الاطلاق. عشان كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول قاعد مرة مع الصحابة كده فبيقولهم اتدرون من المفلس؟ انتوا عارفين مين المفلس؟ قالوا له المفلس. المفلس يا رسول الله ده اللي ما حلتوش حاجة، ده من لا درهم له ولا متاع. قال لا، بل المفلس من يأتي يوم القيامة. يوم القيامة احنا نتكلم على المفلس بتاع الدنيا؟ لا، احنا بنتكلمش غير في الاخرة، احنا بتوع اخرة، احنا بتوع ربنا. لما بنتكلم بنتكلم عن الاخرة يا جماعة، اهم حاجة، اهم حاجة هي يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. فقال بل المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج، كل ده كل دي عبادات. ولكن يأتي وقد شتم هذا وسب هذا وسفك دم هذا واكل مال هذا. الراجل ده في العبادات واخد 10 من 10، وفي المعاملات اللي هي الناحية التانية اللي بايظة واخد 0 من 10. فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى اذا خطف وفرغت حسناته طرحت عليه من سيئاتهم ثم طرح بها في النار والعياذ بالله. يعني في العبادات 100%، ولكن المعاملات وحشة راح جهنم والعياذ بالله. شايفين عظمة ديننا؟ شايفين ديننا عظيم قد ايه؟ شايفين يا جماعة صفات الدين؟ مين فينا عنده صفات الدين؟ يعني لو جينا في بلد صحراوية زي ليبيا مثلا وقالوا ان اعظم اثار في العالم اكتشفوها، الناس صدقت وركبت طيارات وحاجات راحت، راحت ما لقتش غير صحراء. قال لنا انتوا عاملين اعلانات في جرايد الدنيا كلها، انتوا كذابين ولا ايه؟ كذابين. طب احنا لما نروح نكلم الناس على الاسلام، الاسلام ده دين الاخلاق والامانة والعفاف والطهارة والشرف والصدق و الناس اول ما تيجي
تتفرج على المسلمين اول كلمة تقولها انتوا ايه؟ كذابين. يبقى احنا بقينا اكبر حجر في طريق دخول غير المسلمين الاسلام. وبقينا اكبر ملمح بيشوه وجه ديننا العظيم. اهم سبب لنفور الناس بالاسلام هو انا وانت وانتوا يا جماعة. احنا يا جماعة اهم سبب لنفور الناس من الاسلام والعياذ بالله. اه والله فين صفات الدين؟ فين اخلاق ده؟ اخلاق الدين دي بتدخل الناس في رحمة الله. يعني والله لما تلاقي اخ كده حتى بيدعو برحمة وباخلاق وفي صفات دين جميلة كده تحس ان ربنا بيفتح له القلوب. يعني احد الشباب وكان يعني ربنا كان مبتلي يعني بمعاصي، بس يعني معاصي زي ده شويتين ثلاثة اربعة كده، يعني كان بيشرب مخدرات بس ايه يعني ممكن شرطين ثلاثة في اليوم، ازازتين ثلاثة في اليوم حاجة كده يعني. فكان اخ والله من الاخوة الطيبين جدا ربنا يبارك فيه، يعني بيتكلم مع اصحابه دايما، فكل ما يسألهم هو فين مثلا احمد يقولوا له احمد مش موجود، يقول لهم ربنا يبارك فيه ربنا يهديه ربنا يتوب عليه، قولوا له ان انا بدعيه سلموا لي عليه، كل ما يقف معاهم سلموا لي عليه، يقوموا يروحوا له فلان بيسلم عليك، فلان مين انا اعرف فلان ولا عمره شفته فلان بيسلم عليك، المره اللي بعدها سلموا لي عليه ده انا بدعي له ده بيسلم عليك وبيدعي لك. الاخ من كتر ما اتجنن في الاخر اما اتصل بيه قال له انت فلان؟ قال له اه. قال له انت تعرفني منين؟ انت بتدعي له وبتسلم عليه بتبعت انت تعرفني منين؟ فقال له انت مين؟ قال له انا فلان الفلاني. قال له حبيب قلبي هو انت فلان الفلاني؟ ده انا نفسي اشوفك، ده انت وحشني يا راجل، ده انت كلام جميل كده، كلام ربنا بيشرح بيه الصدور والله يا جماعه. اخلاق، مش في ناس كده تحس انها بتروح تكلم الناس في الدين تكره الناس؟ لا، نفس رحمه النبي ونفس رفق النبي ونفس اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام ونفس حلم النبي على معاصي الناس وعلى جهل الناس. قال له ده انا نفسي اشوفك. قال له تشوفني؟ طيب انا فاضي الوقت، انا بقى عند مكان من المحافظه مثلا. قال له انا جاي لك حالا اهو. طبعا الشباب اللي قاعدين الوقت اللي واحد صاحبك قال لك الحقني وتعالى لي، طب بكره، طب انا مش فاضي الوقت، تهرب منه؟ ده ركب له بنفس اللحظه وراح له. فقال له طب انا اعرف لك مين؟ اعرفك منين؟ قال له لو انت فعلا من ربنا بعتك ليه هتعرفني. فصاحبنا ركب وراح، والاخ الثاني كان مستنيه هناك. بيقول اول ما نزل من التاكسي سبحان ربي والله يا جماعه من عند الله، الاثنين انطلقوا على بعض كانهم عارفين بعض، وخدوا بعض بالحضن حضن عميق، وقاموا واخدوا معاه الجامع وقعدوا مع بعض في الجامع واعتكفوا في الجامع، صلى فعلا بفضل الله سبحانه وتعالى. وبعد العشر ايام بفضل الله سبحانه وتعالى كان اتغير تماما. وبفضل الله سبحانه وتعالى لما تشوفه الوقت وشه منور وتلاقي شكله كده راجل شيخ محترم كده مالي مركزه كده، وتحس انك انت فرحان بيه كده ونفسك تحضنه بفضل الله سبحانه وتعالى. ايه يا جماعه ده كله بسبب ايه؟ بسبب اخلاق والله. هو الراجل ده كلمه كلمتين على بعض في الجنه ولا في النار؟ ولكن اخلاق الدين، اخلاق الدين وصفات الدين هي دي الحاجه اللي نغزو بيها قلوب الناس جميعا. ده من معجزات الاسلام، اخلاق الاسلام. ده ربنا لما قال للنبي قال له انك لعلى خلق عظيم. انتوا كلكم بتحسبوا ان النكل على خلق عظيم يعني النكل على اخلاق عظيمة. ابن عباس بيقول النكل على خلق عظيم اي النكل على دين عظيم. يعني ربنا سمى الدين اخلاق. ده الرسول بيقول لك ان المرأة لا يبلغ بحسن الخلق انه بيسلم على ده وبيضحك في وش ده وبيحضن ده وبيحب ده وبيدي ده هدية وبيزور ده لما يايا. ان المرأة لا يبلغ بحسن الخلق منزلة الصائم القائم اللي صوتنا اتبح شهرين في سلسلة العبادات عشان نعمل عشر الصائم القائم ده، هو اللي اخلاقه حسنة بيبلغ هذه المرتبة بس بحسن الخلق. شايفين عظمة ديننا واعجاز ديننا؟ نضيع ده ليه؟ ولما تلاقوا الايات اتكلمت على العبادات مع المعاملات مع الاخلاق ده يعرفنا شمولية ديننا، يعرفنا ديننا دين شمولي قد ايه. ما ينفعش تبقى شيخ في الجامع ونصاب في التجارة، ما ينفعش تبقى شيخ في الجامع وحرامي في الشغل بتاعك، ما ينفعش تبقى متدين جوه وتضرب مراتك وتمد ايدك عليها بره، ما ينفعش تبقى راجل قاعد تبكي من خشيه الله هنا وانت بره انسان فظ غليظ القلب، ما بتتعاملش مع الناس بالحسنى. شموليه دين الله سبحانه وتعالى. اخر صفه والذين هم على صلواتهم يحافظون. ده احنا بدأنا بالصلاة نختم بالصلاة. اصل الصلاة دي هي المبتدأ وهي المصاب، الصلاة دي هي الحاجة اللي بتطلعك لله، الصلاة دي اخطر عبادة بس لو فهمت قيمتها. الصلاة دي عاملة زي عواميد النور اللي بتجدد الشحنة في السلك، طول ما هو بيعدي فيها كل ما تصلي تتشحن تاني تتشحن تاني تتشحن تاني. اهم عبادة على الاطلاق يا جماعة الصلاة. بس ربنا قال هنا ايه؟ والذين هم على ايه؟ صلواتهم. في آية تانية في سورة المعارج قال والذين هم على صلاتهم. طب ليه ربنا جمع الصلوات في سورة المؤمنون؟ اصل سورة المؤمنين ده ربنا بيقول ايه؟ بيقول ايه بعدها؟ اولئك هم الوارثون الذين يرثون ايه؟ الفردوس. الفردوس دي لم تذكر في القرآن كله الا مرتين مع اعلى درجات الجنة على الاطلاق.
فنحن بنتكلم هنا عن اعلى درجات الجنة. طب ايه صلواتهم دي بقى؟ ده مش مجرد محافظ على الفرائض، ده محافظ على صلاة الضحى، محافظ على سنن الرواتب، محافظ على قيام الليل، محافظ على الوتر، محافظ على جميع صلوات النوافل. انسان محافظ على اوراد العبادة بتاعته، انسان العبادة مالية حياته، العبادة في حياته مش ركعتين بيخطفهم خمس مرات في اليوم، لا، ده العبادة دي اوراد في حياته ومحافظ عليها. يبقى احنا الوقت لما طرحنا هذا النموذج يا جماعة على عجالة وعلى اختصار، ايه رأيكم في النموذج ده؟ ايه رأيكم؟ الوقت في شباب متأثرين بحضرة الاسانسير، الوقت عايزين يطلعوا ربنا باسانسير، مش عايز يطلع سلم، مش عايز يتعب، مفيش اسانسير في الطريق لله يا جماعة. الطريق لله لازم تجاهد عشان تصل الى الله سبحانه وتعالى. فانت مستني ايه؟ مستني اسانسير؟ مش هيجيلك اسانسير، اسانسيرات مش موجودة في الطريق لله. مستني ايه عشان تتوب؟ مستني ايه عشان تسيب اللي انت لسه ما سبتوش؟ مستني ايه عشان تعمل الطاعات اللي انت لسه مستتقلها؟ مستني ايه عشان تطلب علم؟ مستني ايه عشان تدعو الى الله؟ بكلم شاب من الشباب من يومين، بقول له انت مستني ايه؟ قال لي يعني ايه؟ قلت له يعني انت مستني ايه يعني؟ قال لي يعني ايه؟ قلت له انت عايز، انت مقتنع بالدعوة؟ قال لي اه. قلت له طب انت مستني ايه عشان تدعو؟ قال لي مستني نعرف اتكلم. قلت له طب ومستني ايه عشان تعرف تتكلم؟ قال لي مستني ان انا اتعلم. قلت له طب ومستني عشان تتعلم؟ فبدا يقلق ويتأتى بقى وايه، وبدا ما قال طب انت مستني ايه؟ صحيح يا جماعه كل الفرص اللي احنا مستنيينها عشان نقوم من فوق حصلت، مفيش حاجه اكتر من اللي موجود دلوقتي. كل الفرص عشان نفوق ونتوب الى الله حصلت فعلا، كل الحاجات اللي انت مستنيها عشان تفوق وجدت فعلا وحصلت فعلا. يبقى انت مستني ايه يعني؟ احنا اتسبقنا والله يا جماعه، احنا قاعدين مستنيين ومؤجلين، وكلمه سوف اللي هي جند من جنود الشيطان، واحنا اتسبقنا. سيدنا يعني الارقم، النبي الارقم كان عنده 11 سنه لما كان بيقوى الرسول في بيته. 11 سنه يعني سنه كام يا عم الشيخ؟ يعني قول اعدادي. الامام البخاري لما الف اول كتاب الفه كان عنده 16 سنه، ثانيه ثانوي يا شباب، ثانيه ثانوي، وكل واحد يخبي وشه الوقت، مش الستات اللي هتتعجب بس. مصعب بن عمير لما فتح المدينه بالدعوه كان عنده حوالي 20 21 سنه، ثالثه جامعه، يعني قد معظم الشباب اللي قاعدين دلوقتي. محمد الفتح لما فتح القسطنطينيه كان في البكالوريوس رابعه جامعه 22 سنه. الامام السيوطي اول كتاب الفه، عايزين اللي فعلا نغطي وشنا في دي، كان عنده 7 سنين ونص، ثانية ابتدائي يعني. يعني مفيش واحد في المسجد ثانية ابتدائي بتاع، يعني أكبر واحد في المسجد ده مفيش ثانية ابتدائي. تخيلوا يا جماعة، تخيل زيد بن الأرقم اللي صورة المنافقين نزلت تصدقه من فوق 7 سماوات 15 16 سنة، أولى ثانوي ثانية ثانوي. ده بس ده بس، وسبب بزيد النقاب جيش المسلمين في حرب الروم كان في ثالثة ثانوي 17 سنة، وسبب بزيد 17 سنة شباب ثالثة ثانوي اللي في الشوارع دلوقتي قلبك يتقهر عليهم ما تشوفهم في الشارع، والله والله قلبك يتقطع ما تشوفهم. وسبب بزيد يقول لك سألت رسول الله، يا رسول الله ما لي أراك تصوم في شعبان ما لا تصوم في غيره؟ تصوم في شعبان ده لما رسول مكة كان عنده 17 سنة، ومفهم لما سأل الرسول السؤال ده عنده 15 16 سنة وقاعد يراقب النبي ويراقب عبادة النبي ويراقب سلوك النبي عليه الصلاة والسلام عشان يقلد النبي. شايفين علو الهمة في الإيمان؟ شايفين يا جماعة؟ شايفين الناس اللي ربنا فتح لها الدنيا وفتح قدامها الدنيا؟ لما الإمام الشافعي راح للإمام مالك اطلب علمه كان لسه صغير، فالإمام مالك قال له إني أرى على وجهك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. تشوف الولد كده ابتدائي ولا أولى إعدادي تلاقيه وشه منور وشكله طيب، أما يطلع سنة ولا جامعة تلاقي وشه اسود والعياذ بالله، المعاصي سودت وشه، جابت أتام على وشه من كتر البعد عن الله سبحانه وتعالى. فأنت مستني إيه؟ الجن لما سمعت قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. وفي سورة الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا اسمع فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. الجن ما خدوش 50 درس كل درس ساعة ونص، الجن سمعوا 5 دقايق وبعد كده اتجروا واشتغلوا في العبادة وفي الدعوة. فأنت مستني إيه؟ إحنا عاملين زي اللي نازل المسابقة وده أنا هنعدي المرض، هنعدي المامش بقى، نازل المسابقة، واحد نازل بطيارة، واحد راكب صاروخ، واحد راكب مرسيدس، واحد راكب مش عارف ايه، وانت جاي بس انا اللي هكسبها، راكب ايه؟ راكب عجلة لو نزلت سابق الناس دي كلها. ما ينفعش يا اخي الكريم، مش هتوصل، مش هتوصل الا فعلا يا جماعة لو شدينا حيلنا اكتر من كده في الطريق الى الله سبحانه وتعالى. انا عايز يعني قبل ما اغادر مقامي ده افكركم بدرس المرة اللي فاتت، بكرة الجامعة يا جماعة، بكرة الجامعة باذن الله سبحانه وتعالى، بكرة يعني ملايين الشياطين هتفيض.
والله والله يا فرحة ابليس فينا يا فرحة شارون فينا والله ما يبص على جماعة مصر يعني. وانقضى الصيف سوق وقيمة ثم انفض الصيف ربح فيه من ربح وقعد في المساكن في من قعد وصام وصلى واعتكف وحضر دروس وسمع شرائط في من سمع وخسر فيه من خسر وراح مصايف وعاش حياته بالطول والعرض فيه من راح يعني. ربنا يعافينا ويتوب علينا جميعا. انا عايز افكركم يا جماعة بالعلامات بتاعت المرة اللي فاتت، اول جمجمة وعظمتين، اول علامة خطر هلاك وجهنم كانت على باب الجامعة عشان غض البصر، تاني علامة خطر كانت قدام كل شلة مختلطة عشان النساء وفتنة النساء وانتي عشان الشباب وفتنة الشباب، تالت علامة خطر كانت قدام كل شلة ولاد ولكن اللي بيدخن واللي بيبوظ شلة السوق وصحبة السوق، رابع علامة خطر كانت محطوطة في وش كل واحد منكم انت وانتي وانتوا خارجين من الجامعة عشان عدم الدعوة الى الله. انت خارج رايح فين؟ انت سايب الدنيا تولع جوه وانت خارج بره رايح فين؟ ادعوا الى الله، ما تخرجش من الجامعة غير لما تكون كلمت اتنين تلاتة ووزعت كتيبين تلاتة ووزعت شريط شريطين، ما انتوا عندكم شرايط اغاني قديمة بخلانين بيها وعينينها لسه، سجلوا عليها شرايط وطلعوها. قال لها طلعوا لده وطلعوا لده، سجلوا الشرايط اللي اثرت فيكم وطلعوها للناس يسمعوها ويستفيدوا بيها، وتكون وزعت لك 7-8 مطويات وتكون كلمت لك اتنين تلاتة واتفقت معهم على معاك. خليك كده اعمل حاجة لدينك. خامس حاجة قلناها المرة اللي فاتت، خلي ليك هدف السنة دي، اعمل لنفسك هدف من اول السنة. هدفك ايه؟ انا السنة دي هدفي يلتزم على ايدي متواحد، انا السنة دي هدف اطلب علم وابقى فقيه، انا السنة دي هدف ادخل معهد اعداد الدعاء. انا بذكر الاخوات بالذات لان هم اللي نشاط في الحاجات دي بالذات، معهد اعداد الدعاء يا جماعة بيتقدم ليه دلوقتي في الجمعية الشرعية وفي الطميه وفي انصار السنة، يجروا يقدموا والشباب يجروا يقدموا في معهد اعداد الدعاء، ايه المشكلة؟ بفكرك يا جماعة بالتوصيات بتاعت الجامعة، بفكرك انك ما تنزلش الجامعة غير بمصحفك، بفكرك انك ما تنزلش الجامعة غير وانت بصلي ركعتين لله قبل ما تنزل وقارئ صفحتين قرآن وداخل ذاكر لله، بفكرك انك انت وانت نازل الجامعة يكون معاك حاجات تدعو بيها اصحابك الى الله، بفكرك انك انت بعد ما تروح من الجامعة فيك ورد مذاكرة وباقي اليوم بتاعك كله تشوف درس تشوف. اوعى تسيب انشطة الايمان، اوعى تسيب الدروس ولا شيء، اوعى مهما كان جهد الاخرة لا يتوقف ابدا باذن الله سبحانه وتعالى. اللهم اهدنا وارض عنا، اللهم تقبل منا اعمالنا، اللهم اجعل رضاك منتهى املنا، اللهم اجعل حبك منتهى املنا، اللهم اجعل طاعتك اغلى امانينا يا رب العالمين، اللهم لا تجعل في قلوبنا الاك، اللهم لا تجعل في قلوبنا الاك، اللهم لا تجعل همنا الا رضاك، اللهم لا تجعل رغبتنا الا اليك، اللهم لا تجعل توكلنا الا عليك، اللهم اخلص قلوبنا لك واخلص اوقاتنا لك واخلص حياتنا لك واخلص جهودنا لك يا رب، اجعلنا مخلصين لك مخلصين لك مسلمين لك سلما لك. اللهم احينا على طاعتك، اللهم امتنا على طاعتك، اللهم اجتبينا، اللهم ارفعنا، اللهم سددنا، اللهم وفقنا، اللهم استعملنا لنصرة دينك في الارض، اللهم تب علينا توبة نصوحة، تب علينا توبة ترضى بها عنا، تب علينا توبة ترضيك يا رب العالمين. اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، كبيرها وصغيرها، اولها واخرها، صغيرها وعظيمها، قديمها وحديثها، اغفر لنا ذنبنا كله، اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسررنا وما اسررنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا وما انت اعلم به منا، انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير. اللهم انا نسألك باننا نشهد انك انت الله الذي لا اله الا هو الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ان تغفر لنا ذنوبنا كلها، انك انت الغفور الرحيم، انت على كل شيء قدير، انه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم بلغنا رمضان، بلغنا رمضان، بلغنا رمضان، بلغنا رمضان، واعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، بلغنا رمضان
واجعله فتحا علينا في ايماننا وفتحا علينا في قلوبنا يا واصل المنقطعين. اوصلنا اليك في رمضان، انزل على قلوبنا الايمان في رمضان، بلغنا ليلة القدر، لا تحرمنا من ليلة القدر، لا تحرمنا من خير ما عندك بسوء ما عندنا يا رب، لا تحرمنا من طاعة رمضان بذنوبنا، لا تغلق قلوبنا عن طاعتك بذنوبنا، لا تردنا على اعقابنا خائبين، لا تردنا على اعقابنا منتكسين، نعوذ بك ان تخرج احدا منا من مسجدنا هذا في ليلتنا هذه الا وقد غفرت لنا ذنوبنا، الا وقد غفرت لنا ذنوبنا وبيضت لنا وجوهنا وطهرت لنا صحائفنا وانرت لنا قلوبنا وثبت لنا قلوبنا وكتبت لنا ان اسعد ايامنا يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم يا الله يا الله يا الله، من لم تجبره فهو كثير، ومن لم تغنه فهو فقير. اللهم قو في رضاك ضعفنا، اللهم قو في رضاك ضعفنا، اللهم مكن لنا في انفسنا، مكن لنا في قلوبنا، اعنا على انفسنا، ان نفوسنا قد استأسدت علينا يا الله، ان امراضنا قد زادت علينا يا الله يا الله، فسدت القلوب وخربت النفوس وتحكمت الشهوات وسادت الفتن يا الله، وليس لنا منجأ سواك، وليس لنا ملجأ سواك، وليس لنا إلاك يا الله. اللهم فتب علينا واصلح لنا قلوبنا واكتب لنا الثبات على دينك حتى نلقاك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.